من يومين جيت اصور فيديو لقيت الالوان اللي برسم بيها خلصانه، فاشتريت علبه الوان تمنها 1800 جنيه وكنت عايز اجربها، وبما اننا في رمضان فقررت ارسم رسمه سريعه لرامز جلال. يلا نبدا. اول حاجه بدات بيها هي العين، بلون العدسه وبعدها البشره اللي حواليها. لو وصلت لحد هنا اكتب لي اسم فنان او فنانه بتحبوه، واكتر اسم هيتكرر في التعليقات ارسمه الفيديو اللي جاي. هنا بقى بلون الشفايف وبكمل تلوين البشره، وبعد كده بلون الشعر بلون بنفسجي فاتح وبنفسجي غامق ورمادي، بعد كده بلون اللبس وبعمل لمعات العين، وده الشكل النهائي. مستني رايكم في الرسمه.